يا ريت. شرف مكتب الديوان ان شاء الله ان احنا النهارده حفله توقيع كتاب جديد للكاتب كيان سعيد. ان شاء الله نتمنى ان حضراتكم تستمتعوا معانا. ونسيب حضراتكم مع الاستاذ ويد كامل. لو في حد اي استفسارات عن اي حاجه او كلامكم عن كتاب العباد. اتفضل. كتاب احوال العباد انا كاتب على خلاف ان هو خارج التصنيف لاني انا صعب عليا او ما قدرتش ان انا اضعه في مصنف معين لان انا كان هو اغلبه المقالات اللي انا كنت بكتبها للاهرام وكان جريده الاهرام لما خطبتني قلت لهم انا ما بعرفش اكتب مقالات سياسيه فقالوا لي اكتب في الاطار اللي انت تشوفه يعني فانا لقيت ان انا بكتب حكايات ذات صبغه سياسيه. ثلاث ارباع كتاب احوال العباد هي مقالاتي اللي في الاهرام مع كان مجله جورنال مصر اليوم عمل جريده استمرت لمده عام اسمها مجله اسمها السياسي برضه كنت بكتب مقالات فيها ضمتها للكتاب مع مقالاتي في الدوحه. اغلب الكتاب لو ان هو قصص بس انا مش كاتبها بشروط القصه القصيره المحكمه اللغه العربيه لا يعني فيها تلاقيها عاميه كتير او فيها لغه عربيه وسطى يعني يفهمها اغلب الناس وبرده حكايات بعيده شويه عن فن القصصي المحكم ومقالات سياسيه قليله قوي 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 اللي هي بعدت عن فكره القصص او انا حتى كنت بستفاد من قرايتي بالتراث يعني مثلا جايب برضه كم حكايه لعزيز ياسين بس انا معالجها دراميا احدث شويه ده بالظبط كتاب احوال العباد. حد عايز يسال اسئله في الموضوع؟ اسال يا استاذ ارفع ايدك بس اسال. لا والله انا حضرتك بتتكلم بس كنت بفكر طب يعني ايه وجهه نظرك ان انت تكتب القصه في شكل جديد يعني هو زي اول حاجه شدتني انها كتابه خارج التصنيف يعني هو في مجرد محاوله تغيير صنف تغيير نوع الادب نوع العمل الادبي الخروج من قيوده ولا هي جت حسب المساحه او حسب الموقع اللي حضرتك هتنشر فيه؟ لا هو مثلا قصه قصيره ممكن تتكتب في اربع سطور يعني هي مش مساله المساحه مساله ان انا اسبوعيا عليا ان افكر في مقاله جديده صعب جدا ان انا اكتبها في قالب بعيد عن رغبتي او بعيد عن احساسي بالكتابه يعني بعيد عن القص ومش معقول اعمل القصه بمعنى احترافي لان انا مثلا ممكن اكتب قصه صغيره دي في ثلاث شهور او اربع شهور اللي بتجمعها كتاب قصص قلت لا اتحرر من المسائل اللي بتضعفني في السرعه في كتابه القصه القصيره ابقى يعني حر يعني دخل حوار عامي دخلته دخل موضوع سياسي دخل يعني تبقى حكايه كده مقولبه خارج قولبه الاسره الصغيره كده خلصتها حاجه يعني مش حابب انها تتصنف لان انا واجهت ده برضه في التالي اللي هو طلع عن الشروق كان اسمه قناه وسط البلد فلما جيت كتبته لقيتهم جم اجتمعوا ليا وقالوا لي نكتب عليه روايه فقلت لهم لا ده مش روايه فقالوا لي طب نكتب عليه قصص قصيره قلت لهم برضه ده خارج القصه القصيره اكتبوا كتاب بس فعشان كده ريحت برضه دار النشر الجديد ان انا قلت كتاب خارج. تقييمك ايه للتجربه دي؟ يعني هي بالنسبه لحضرتك تقييمك فيها ايه؟ يعني حابب الكتاب لان انا برضه لما عدت فرز المقالات طبعا انا مش حطيتش كل المقالات لان انا فرست اللي هو في المركب واللي صالح و فانا حاسس اضافه لمسيرتي يعني مش شرط يعني انا فتره كبيره بقالي فتره كبيره ما نزلتش حاجه من بعد قناه وسط البلد من 2009 بعتبرها اضافه لمسيرتي في الكتابه. مش بتكتب السياسه يعني بتعرف ليه تكتب في السياسه؟ مش بتحب ليه تكتب في السياسه؟ لان كل الناس بتكتب في السياسه وحتى على القهوه بيقولوا كلام في السياسه و فانا شايف برضو ان احنا بعدنا عن فكره المتخصصين يعني كان اول متخصص في السياسه بيتكلم في السياسه دلوقتي كل الناس بتتكلم في السياسه ومش المفترض ان القديم يبقى فاهم سياسه كويس او ممكن يخطئ او ممكن يصيب او 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 فعشان كده لما انا جبت حكايه
دل على فكرتي احسن لانها بتثبت عقل الناس. يعني الحكايه بالذات مغزى سياسي، انما مش شرط ان انا اكتب في السياسه مباشره. يعني بعد مقتنيات وسط البلد والنهارده احوال العباد، هل في طريقه يعني ممكن بعد كده تنسب لصاحبها مثلا الطريقه النكويه مثلا في الكتابه؟ لا مش حاجه اسمها كده. انا بكتب على غرار، يعني بحب اكتب على غرار استاذنا الكبير الله يرحمه نجاح حقيقي. كان عنده النوع ده كتير قوي، يعني كان عنده بنفس الدكان كونسير، يعني كان الكتب دي تلاقيها منتشره جدا. هو في الاخر بيجمع مقالاته اللي هي برضو مش سياسيه، اللي هي مقالات في كل الاحوال وكان في الاخر بيبقى في تراثه. دي مش طريقه جديده اساسا، ومفيش حاجه اسمها طريقه جديده. يعني بعد الفتره الكبيره دي من الكتابه مفيش حاجه اسمها حاجه جديده، في حاجه اسمها حاله تطوير لما يكتب، مش حاجه بتقترح منه. ده مش منتشر، يعني ليه دايما الكتاب يا اما بيعملوا مجموعه قصصيه يا اما بيعملوا روايات؟ لو كل كاتب حر ان هو يعمل يعني يجمع مجموعه اعمال دي بيكتب بحريته تماما ويجمعها في كتاب، ليه مش ده المفهوم ده بيكون شائع اكتر من ان هو يحصر نفسه جوه حاجه معينه؟ يعني ليه دايما بنشوف يا اما قصه قصيره يا اما روايه، واحيانا بنشوف ليه المتتاليه دي، لكن ما بلاقيش حد بيجمع كده دايما ليه؟ لان هي انا اعتقد انها بجينات الشعب المصري. يعني لما تلاقي النهارده شارع زي ده فتح محل كشري واتزحم، هتبص تلاقي ايه بعد 6 شهور كل الشارع بقى كشري. وانا برضو لما الجوائز الادبيه ابتدت تهتم بالروايه، تبتدي جوائز كبيره للروايه، اكتشفت ان 70 او 60% من الشعراء تحولوا للروايه، 60% من القصاصين الجاي لي تحولوا للروايه. ما هو المفروض ان الواحد يشوف ما يريد ويكتب عنه، يعني يعبر عنه ذات بقى. ازيك يا استاذنا، اخبارك ايه؟ في روايه تغريده المرأة حضرتك عذبت البطل جامد جدا، لدرجه ان احنا كنا قاعدين نفسنا نعرف وفي الاخر البطل ده يحصل معاه ايه. يعني انا لامح نفس نظره الحزن ديت او نظره العذاب في اسم الكتاب احوال العباد، يعني حتى ما سميتوش احوال الناس او احوال اي حاجه، العباد تحديدا كلمه العباد فيها جزء من حالة العذاب، يعني هم مستعبدين في الأرض. يعني هل حضرتك بتحاول دايما انك توصف حالة العذاب اللي بيعيشها المصريين في كتاباتك بشكل عام، ولا دي حالة خاصة كده من الكاوس؟ لا، أنا شايف إن الكتابة برضه، ما هو أنت لما تكتب، يعني في ناس بتكتب ما يبهج الناس، اللي هو ممكن إن هو الأدب السافر، أو في ناس بتكتب اللي يعاني منه الناس. انا يمكن من نوع تاني، يعني من اللي كنا بنقولها ان عشنا جيل، يعني الجيل ده اساسا ده كان جيل عاش حروب، عاش مآسي كتير جدا جدا، اللي هي من نتيجتها برضه كانت ثوره 25 يناير قامت ضد اللي احنا كنا بنعاني منه كلنا ده. فكان يعني هي رحله بطل، تمام، عاش السنوات دي كلها. فطبعا كان كل المرات دي موجوده، فهي فعلا تغيرت المجاعه، عشان كده اسمها تغريدة، لأنها كانت تغريدة البطل الأخيرة قبل انتحار.